السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 3 الوحدة الثالثة، هناخد منها الدرسين الثاني والثالث. يلا بينا. بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناخد مع بعض النهاردة جزئية connect with math، يعني جزئية خاصة بالرياضة شوية. بيقول لي هنا إيه؟ هاو مين؟ عايزين نعرف إن أداة الاستفهام طبعا تعتبر على بعضها هاو ميني أداة استفهام، بمعنى كم عدد، يعني بسأل عن حاجة أعرف أعدها، زي كم كتاب، كم قلم، حاجات أعرف أعدها. كم كتاب قدامي أعد 1 2 3، أو كم قلم قدامي 1 2 3، وهكذا. يبقى حاجات أعرف أعدها وبيجي منها المفرد والجمع. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول إيه الصيغة بتاعتها أول اللي هنحفظها، اللي هي بتيجي لما أجي أسأل على السؤال. طيب لما أكون بسأل على حاجة جمع بقول هاو ميني، وبعدين بقول اسم الشيء، وبعدين اقول طبعا بيبقى جمع، وبعدين بقول ار، عشان كده بقول اسم جمع. ليه؟ لان اسم يعني كتير، عشان كده جبنا ار زير. طب ده السؤال، اما اجي ارد عليه هقول ايه؟ مش احنا قلنا ار زير في الاخر؟ طيب هنبدل، نعمل علامه مقص، يبقى زير ار، زير عملنا مقص فبقت زير ار، واقول ايه الرقم او العدد اللي بتاع الحاجه او الاسم الشيء ده. تعالوا نشوف في المثال عشان يوضح اكتر لبعض الناس اللي ما فهمتش بس بالجزئيه دي، بس الجزئيه دي الاولانيه دي اللي بتتحفظ الصيغه دي، السؤال بالاجابه بتاعتها. تعالوا بقى نشوف نطبق. هاو ميني، هاو ميني ايه؟ بيرز اوف جلاسز، كم عدد النظارات الموجوده هنا في الصوره؟ ار زير. اجابه هتبقى زير ار، واذكر بقى هو هنا كام عددها؟ 9، يبقى عددها ايه؟ زير ار 9. فهمنا الفكره؟ حفظنا الصيغة عشان هنبدأ نتدرب عليها الوقت كمان ونشوفها. طب نشوف مثال كمان. هاو ميني جرين هاتس، ممكن اقول هاتس على طول، ممكن اقول هاو ميني ايه، او اقول لونها ايه. هاو ميني جرين هاتس ار زير، تبقى الاجابة زير ار 4 جرين هاتس. يبقى انا عندي طريقتين، لا اما اقول العدد واسكت، لا اما اقول العدد واقول اسم الشيء. هو نفسه بيبقى جايبهولي هنا، واساسا جايبلي جرين هاتس فهو جايبهولي، فانا بقول الرقم وبعدين بقول ايه الجرين هاتس او اسم الشيء اللي هو ذكره لي. بما اننا في جزء رياضي شويه، فهو جايب لي هنا ايه زي ما انتم شايفين كده نمبر اوف ايتش ايتم، الرقم في كل ايه حاجه. يعني مثلا جايب لي الفستان لونه احمر، وعامل لي مثلا الاعمده واصله لغايه رقم 4، يبقى انا عندي كام لون فستان احمر؟ 4. طيب عندي بعد كده القميص، لا ده اللي هو الكوت الجاكيت اللي هو المعطف، باين كده واضح اللي هو المعطف ماله لونه ايه؟ ازرق. وكم عدده؟ عدده واصل لغاية 6. طيب كم قبعة واصلة لغاية 9؟ كم ساعة لونها اخضر واصلة لغاية 7؟ طيب تعالوا نشوف السؤال على كل واحدة فيهم والاجابة ازاي. اول حاجة هاو ميني ريد دريس ار ذير، كم عدد الفساتين الحمراء اللي موجودة؟ هنعمل ايه؟ اسم الشيء اللي هو جايبه، حط تحتيها اهو خط على بعضه عشان في الاخر بقوله بعد الرقم، لكن ار زير اللي هبدلها، هعمل عمليه مقص، تبقى زير ار لاني بجاوب بقى، هقول زير ار واقول الرقم 4 ريد دريسز. طب هاو ميني بلو كوتس ار زير، نفس الطريقه هتبقى زير ار، نعمل المقص، مقص عشان ايه؟ زير هتنزل هنا وار تنزل هنا، بعد المقص يعني كل واحده تنزل اتجاه السهم بتاعها، فتبقى زير ار 6 بلو كوتس. نمبر 3 هاو ميني جراي هاتس ار زير، يبقى زير ار 9 جراي هاتس. هاو ميني جرين واتشز، ساعات خضراء، طبعا جراي قلنا اللون الرصاصي او الرمادي. طب هنا هاو ميني جرين واتشز ار زير، يبقى زير ار 7 جرين واتشز. نحل الأسئلة على الجزئية دي. أول سؤال عندي بيقول لي listen and complete، اسمع وأكمل، هتسمعوني وبعدين هوريكم إن شاء الله الكتابة إزاي. how many coats، هتبقى الإجابة there are 7، يبقى كلمة coats وكلمة 7 نكتبها بالرياضة أو بالكلام الاتنين صح. تعالوا نشوف كتبناها إزاي. يبقى how many coats are there، there are 7. السؤال التاني بيقول لي read، اقرأ count، عد and match، ووصل. هنعد، بيقول لي how many watches are there، هنعد كام ساعه ونوصلها، يبقى there are 10. طيب how many hats are there، there are 8. how many dresses are there، there are 12. يبقى عدوا كام ساعه، كام قبعه، كام فستان.
سؤال اكتيفيتي 3 بيقول لي كاونت عد ريد اقرا اند كومبليت واكمل. طبعا لازم راس السؤال نبقى عارفين هو عايز ايه عشان نعرف نجاوبه. فبيقول لي هنا there are 7 coats, طبعا دي معاطف. There are 2 shirts, عمسين. There are 4 boots. السؤال اكتيفيتي 4 بيقول لي لوك انظر ريد اقرا اند سيركل واعمل دائره. هنا هنشوف الصوره ايه وبناء عليها هنختار الاختيار الاول ولا الثاني. هنا طبعا دي بالمنظر ده فيبقى there are 2 black pants. هنا there are 4 red dresses. طبعا بنشوف حسب الاسم. هنا dresses ما هياش glasses, فبختار dresses مش بختار glasses. وبعدين كمان بعد الرقم وبشوف يعني من جميع الجهات بنعرف نوصل لها ازاي. طيب حتى ما كانش بالالوان, هنا red يبقى ده احمر لكن ما هوش براون. طب السؤال اللي بعده هيبقى there are 5 gray hats. طيب activity 5 بيقول لي look انظر read اقرا and complete واكمل. Activity 5 بيقول لي look انظر read اقرا and complete واكمل. How many pairs of glasses are there, كم عدد ايه النظارات. طبعا هو رسم لي هنا في الأعمدة نظارات وبوتس وهات. هيبقى how many pairs of glasses are there, there are 8. How many pairs of boots are there, there are 5. طيب how many hats are there, كم قبعة عندي 10, يبقى there are 10. سؤال نمبر activity 6 بيقول لي بانكت ويت ذا فولوينج. هاو ميني, طبعا الاتش كابت عشان في اول الكلام. هاو ميني دي استفهام, يبقى في الاخر في كوتشن مارك او علامه الاستفهام. الدرس الثالث ليسون 3 بيقول لي ان ذا كلاس روم, في الفصل. بيقول لي لوك انظر اند ريد, تعالوا كده نبص ونقرا ايه الكلام اللي موجود هنا. زي ما انتم شايفين في الصوره في بنت جنبها مامتها او المعلمه. هنعرف This is my school in Suez. We go to school early. بدي مدرستي في السويس, احنا بنروح مدرسة مبكرا. Go ده هنا الفعل يذهب للمدرسة. To school الى المدرسة early مبكرا. We sit down بنجلس. To start our lessons عشان نبدأ اول دروسنا او حصصنا. We listen to our teacher, بنسمع للمدرس بتاعنا. Mrs. Hadir, it is time for our art classes. عندهم حصة الرسم. I drew two trees, رسمت شجرتين. And a flower, ووردة. We stand up, وقفنا to say goodbye عشان نودع to our teacher, المدرس بتاعنا أو المدرسة بتاعتنا. We go home, بنذهب للمنزل. At 2:30 PM, الساعة 2:30 مساء. At 6 o'clock, أي حاجة بعد الظهر تبقى مساء. At 6 o'clock, الساعة 6 I do my homework, بتبدأ تعمل الواجب بتاعها. طب تعالوا نجاوب على الأسئلة الخاصة بالجزئية دي. بيقول يريد أجين, اقرأ مرة تانية اللي هي الفقرة دي. وبعدين and put true or false, هنحط صح أو غلط. The school is in Suez, هنرجع للفقرة. هي موجودة ايه في السويس, يبقى نعمل true صح. They go to school at 2:30 PM, بيروحوا المدرسة الساعة 2:30, طبعا غلط. نرجع للفقرة التانية كده اهو. We go home مش school. طيب she does her homework at 6 o'clock, بتعمل الواجب بتاعها الساعة 6, هيبقى صح. نرجع للفقرة بتقول at 6 o'clock I do my homework, يبقى فعلا بتعمل الساعة 6 الواجب. read and complete, اقرا واكمل. write about your school, بيقول لي هنا عنوان او بما صح, يعني بيحاول يدربكوا على ازاي تكتبوا جمل بقى كباراجراف او تعبير صغير كده عن حاجة. بس هو هنا بيساعدكم ان هو جايب لكم نقط بس فيها. my school is in دميتا. I go to school, او نكتب بقى المحافظة او البلد اللي انتم منها. I go to school early, بذهب المدرسة مبكرا. I listen to my teacher, بسمع المدرس بتاعي. I like to draw trees, بحب ارسم شجر. In my art class, في حصة الرسم. I go home, بذهب للمنزل. At 1:30 PM, الساعة 1:30 مساء. At 6 o'clock, الساعة 6, I do my homework, بعمل الواجب بتاعي. هنا هيبقى عندنا كوبي, هيبقى we go to school early, هنكتبها زي ما هي. هنبدأ نتكلم عن لايف سكيلز او المهارات الحياتية. يعني ايه مهارات حياتية؟ يعني لما اجي اتكلم مع حد بقى بتفاعل معاه ازاي, دي اسمها المهارات الحياتية. او اللي هو بمعنى اصح لما تكبروا شوية يبقى اسمه ديالوج, ازاي تكتبوا ديالوج او حوار بين اتنين مع بعض. فهنا مثلا الحوار هنا stand up please, اقف. عايزين نشوف الصورة stand up, اقف. خدوا بالكم كده الصورة, في واحد واقف والتاني قاعد, فهي وبتعمل بايديها ان هو يوقف, هيبقى دي معناها ستاند اب عشان لما تجينا في الصور عارفين نوصلها ازاي. هنا سيت داون بليز, الاثنين واقفين, فبتقول لهم سيت داون بليز, اجلسوا من فضلكم. تاني يبقى دي تعتبر اوامر. ليه اوامر؟ لان الجمله الامريه عموما في العربي بتبدا بالفعل, وهي هنا بدا اوقف
اجلس وهكذا. stand up طبعا كلمة please بتجي من فضلك دليل الأدب. stand up please, sit down please. عندي كمان listen to, اسمع إلى listen to, listen to the CD اللي هي الاسطوانة بتاعت الكمبيوتر. عندي draw a picture of yourself, ارسم صورة نفسك. وشوفوا في صور اهي ورقتين فيهم صور ليهم. draw a picture of yourself, yourself لأنفسكم. طيب write your name, اكتب اسمك مع قلم ورقة اهو بيكتب فيها write your name, اكتب اسمك. طيب نبدأ نحل الجزئية دي. بيقول لي هنا read, اقرأ, and number the pictures, ورقم الصور. write your name, انهي واحدة هنا بيكتب فيها اسمه؟ طبعا number one. number two هتبقى stand up please, اقف من فضلك. listen to the CD اللي فيها الاسطوانة. يبقى ترتيب الصور 3 1 2 3 1 2. طب تعال activity 2 بيقول له read, اقرأ, and circle, واعمل علامة دايرة. write your name, اكتب اسمك. هنا draw a picture of yourself, ارسم صورة لنفسك. يبقى دي. sit down please, يبقى copy the following. بنكتب برضو الكلام زي ما هو وما ننساش الفول ستوب في الاخر. عملنا في الفيديو ده الدرسين التاني والتالت. فعملنا الدرس التاني خلصناه وعملنا الاسئله اللي عليه. الوقت بنعمل الدرس التالت وهنعمل الاسئله اللي عليه. بيقول لي هنا listen, اسمع, and number the pictures. هتسمعوني ونبدا رقم الصور. الصوره الاولى هتبقى اللي هتكتبه تحتها number 1 هي اللي فيها listen to the CD. listen to the CD, listen to the CD دي number 1. نمبر 2 هتبقى stand up please, stand up please, stand up please. نمبر 3 هتبقى write your name, write your name. طيب activity 2 هيقول لي look and match, انظر ووصل. تعال بس نبص اول هنا على ترتيب الصور. هتبقى 2 1 3. بعدين عندي activity 2 look and match, انظر ووصل. هيبقى اول صورة sit down please, اجلس من فضلك. تاني صورة هتبقى draw a picture of yourself, ارسم صورة لنفسك. اخر حاجة هتبقى stand up please, وقف من فضلك. عندي activity 3 read and circle, اقرأ واعمل دايرة. stand up, stand up يعني اقف. هنا draw a picture, ارسم صورة. write your name, اكتب اسمك. activity 4 بيقول لي rearrange, اعد ترتيب, and write واكتب. هيبقى write your name, write your name. هنا stand up please, اقف من فضلك. طبعا write your name يعني اكتب اسمك. listen to the CD, اسمع لي الاسطوانة. activity 5 بيقول لي look, انظر, read, اقرأ, and complete, واكمل. هيبقى my name is Noor, I go to school early, بذهب المدرسة مبكرا. I listen to my teacher, بسمع للمدرس. I like art class, بحب حصة الرسم. I draw a flower, برسم وردة, and 3 trees وثلاث اشجار, او برسم بوردة وثلاث اشجار. we stand up to say goodbye, بنقف عشان نقول وداعا to our teacher, للمدرس بتاعنا. activity 6 copy the following, draw a picture of yourself, وفي الاخر نحط الفول ستوب بتاعتنا عشان احنا كأننا بننسخها بنكتبها زي ما هي بالظبط. خلصنا مع بعض النهاردة الدرسين التاني والتالت من الوحدة التالتة. دمتم في امان الله.